عملنا الإسلامي المعاصر الآن أعتقد أنه في حاجة إلى عشرات طيبة حتى يستأنف مسيرته ليتبوأ مكانه. أولها بسرعة يعني كده، حسم ثنائية الخيار بين سلمي مقاوم أو جهادي مقاتل. فكثيرا ما كان يقول إن أقدار القوة وإن قدر عليها إذا أجدى غيرها قيدها أو ألغاها، وكثيرا ما كان يقول إن الرصاصة الأولى يطلقها كل أحد أما الأخيرة فيطلقها المنتصر فحسب، وكثيرا ما كان يقول وكثيرا أيضا ما كان يقول إن استخدام القوة كليا أو جزئيا في عصر لا يرحم وفي وطن تتجه إليه المطامح والآمال كارثي النتائج بلا جدال، وكثيرا ما كان يقول إن آخر الدواء الكي إنما هو مطلب عزيز المنال دون إزهاق لدماء بريئة، رغم أنه ذكر ذلك، ولكن أحيانا بتبقى استخدام مثل هذه الشعارات قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة. ولذلك الكثير الأستاذ الإمام البنا يقول سوف أعبر بدعوتي إلى مراحل وغايات بشعارات ومهارات. الشعار عاوز مهارة من أجل تنفيذه، فأعبر بدعوتي إلى مراحل وغايات بشعارات ومهارات.